السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعي قناة أري جنة، مرحبا بكم مرة أخرى معي في فيديو جديد. نتمنى تكونوا بخير ولا خير وأحوالكم كلها مزيانة، وتنرحب بكل شخص جديد كيزور قناتي لأول مرة. نتمنى يعجبكم المضمون ديالها وهذا الفيديو اللي غتشاهدوه معي الآن. وكيف العادة إلا عجبتكم قناتي والمحتوى ديالها ما عليكم إلا الضغط على زر جيم صابوني وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد. اليوم بغيت نشارك معكم خبز اللي داير ضجة على اليوتيوب، خبز المسلوق او لا خبز صامون للاصل ديالو الماني. كما قادر غادي نحتاجو له عندنا 5 اكواب كبر من العنبه ممتلئين من الدقيق الابيض. بالنسبه للقياسات انا درتهم بكاس اللي فايت العنبه بشويه، الا عندكم كاس العنبه غادي ديروا به. الفرق هو غادي تنقصوا في عوض ما ديروا من الخميره الفوريه ملعقه ممتلئه، غديروا ملعقه حسب ممسوحه. غادي نحتاجو 5 اكواب من الدقيق الابيض، 2 ديال الاكواب من الحليب الدافئ هذو اللي ضفيتو من قبل، نصف كوب من زيت المائدة، ملعقة ممتلئة من الخميرة الفورية ملعقة حساء، نصف ملعقة من الملح ساشي من الخميرة الكيماوية من فئة 8 غرام، وعندنا هنايا ملعقة ممتلئة من السكر. أول حاجة غناخدو بول ونديرو فيه 2 ديال الأكواب الحليب بينا، نضيفو لهم السكر والخميرة الفورية، نمزجهم جيدا، نخليهم جانبا مدة 5 دقائق حتى يتفاعلوا ونكملوا العمل ديالنا. من بعد ما تفاعلت الخميرة كيف ما كتلاحظوا، الآن غادي نضيف لها نصف كأس ديال الزيت والملح ونمزجهم جيدا، وغادي نضيفوا الدقيق ديالنا على هذا المزيج. وغنضيفو لهم الخميره الكيماويه كذلك، وغادي نوضعوهم سواء نجهم بيدينا اولا نديرهم في العجانه لمده 10 دقائق تالك لينا هذا العجين مزيان. هذا العجين تيبغي الدلك ونخليوها ترتاح. من بعد ما دلكات العجينه ديالنا كتجي على هذا الشكل، ما كتجيش قاصحه، كيجي هذا العجين رطب وخفيف وهكذا خاصو يكون، ما كيجيش قاصح كما كتلاحظوا، كيجي القوام ديالو رائع بزاف، جد رطب وطري. كيف ما قلنا هذا النوع ديال العجين كيبغي الدلك لمده 10 دقائق، كتولي العجينه على هذا الشكل رطبه وطريه. غادي نشكلو كره هكذا ونرجعوها في هاد لوبول ونغطيوها بفيلم اليمونتير ونخليوها ترتاح حتى يضاعف الحجم ديالها ونطلقها. كيف ما كتلاحظوا ها هي العجين ديالتنا اختمرات، ضاعف الحجم ديالها مزيان. الان غادي نفرغوها من الهواء، وفي هاد الاثناء كنديروا الماء على النار كيتغلى. الوقيته اللي نكونوا كنفرقوا هاد العجين ديالنا كنديروا كريسات يكون الماء طايب، ونوجدوا واحد الانيه اللي غادي نسلقوا فيها هاد الخبز. كيجي على هذا الشكل، هذا كيجي القوام ديالو رائع رطب بزاف. كناخذوا هذه الكره وتنقسموها لاجزاء متساويه، بغيتو ديروا خبيزات صغار اولا متوسطين تيبقى لكم الاختيار. ناخذ كل قطعه من العجين غادي نشكلوها على شكل كره او على شكل باكيت. ونبقاو هكذا كنشكلوا الكويرات ديالنا حتى نكملوا هذا العجين. من بعد ما شكلنا هذه الكريسات ديالنا ديال الخبز، الان غادي ناخذوهم وغادي نقرصوهم على هذا الشكل، وتيبغي شويه يكون غليظ ما كنسطحوش بزاف غير على هذا الشكل فقط. من بعد ما قرصنا الخبيزات ديالنا غناخذ واحد الصفيحه ديال الفرن ونوضعوا فيها بضع قطرات ديال الزيت على الورق وندهنوها فقط القليل ما نكثروش.
من بعد كناخدو ماء مغلي وكنوضعو في انيه على هذا الشكل. الجميل في هذا الخبز هو هذه المرحله ديال السلق، كتوفر علينا هذيك المده ديال الاختمار، يعني كنسلقوه مباشره كنوضعوه في الصفيحه ديال الفرن وكنطهيوه في الفرن. كيف ما كتلاحظوا معايا ها هو الماء من بعد ما دار دوك الفقاعات، يعني وصل لدرجه الغليان. من بعد كنضيفوا له ملعقه ديال البيكربونات الصودا، ما عندكمش تكتفيوا بملعقه ديال الملح. نوضعوها على هذا الشكل هذا. ومن بعد غادي نوضعوا هاد الخبيزات ديالنا في هاد الماء المغلي وغنسقيوها هكذا بحال الشكل ديال السفنج. كنبقاو نديروا لها هكذا الماء المغلي من الفوق. كنحسبوا 30 ثانيه لكل جهه. كنديروا لها هكذا وكنقلبوها للجهه الاخرى. كنحسبوا 30 ثانيه كذلك. من بعد كناخذوا هذه الخبيزه ديالتنا كنقطروها من هذا الماء جيدا. كناخذوا هاد الطاوه ديالتنا ولا الصفيحه وكنوضعوها على هذا الشكل. وكنبقاو مستمرين بنفس الطريقه. من بعد كنشعلو الفرن ديالنا على درجه حراره 200 وكناخذو هكذا سكين حاد وتنديرو فيه هكذا جوج شريطات. بغيتو تضيفو له الشعير من الفوق او لا السميد حتى هو كيجي زوين. غادي نوضعو في الفرن ونطهيو بشكل عادي بحال جميع انواع الخبز. متتبعي الكرام، هو الخبز ديالنا من بعد ما طيناه في الفرن كيجي رائع بزاف، وكانت تجربتي ليه اول مره. كيجي ناجح وغزال، الشكل ديالو كيجي هائل. انا ضفتو السميد كيف ما لاحظتوا، السميد الرقيق، ومن الاسفل كيجي مسفنج واحد التقرميشه رائعه وواحد الفتوه من الداخل. هذا الخبز يصلح للساندويتشات، للفطور، لاي وقت. ممكن نديروه على شكل باغيت حتى هو تيجي جميل بزاف. شوفوا معايا من الداخل كيف تيجي، كيجي فتي بزاف كيف ما كتلاحظوا معايا. الخبز اللي كيجي هائل، كله مفشفش وخفيف ومقرمش من برا. وكيف العاده الا عجبتكم هذه الوصفه المقترحه ديال اليوم، ما عليكم الا تضغطوا على زر جيم، صابوني وتفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد. شكرا لكم على المشاهده، الى وصفه مقبله ان شاء الله. خليت لكم الراحه وبسلام عليكم. Thank you.